فاليوم القصة عن ما يبنيه الآباء أحيانا يهدمه الأبناء. كان في رجل وإله جار، وهذا الجار كل يوم بيجي لعند هذا الرجل بياخذ منه لبن نوق. فأراد الرجل صاحب الناقة أنه يهدي هاي الناقة لهالرجل للجار. فراح عند الجار وقال له: يا جاري، أنا بالنسبة لي بدي أطالع زكاة مالي، وهي الناقة زكاة مالي، فبتمنى أنك تدعيني. قال له: مشكور جدا، لأنه أنا ما عندي دخل، وأنا رجل طاعم في السن وما بحسن بشتغل، فهي رح تكون معينتي للحياة لحد ما أموت. فتشكره كتير وراح صاحب الناقة وهداها للرجل ومشي. بعد ما مات أو بعد ما رجع لعند أولاده، قال لأولاده: بدنا نروح على مغارة نتحصل فيها المي، تبقوا أنتوا على الباب وأنا بدخل، وبس لقيت المي بنادي عليكم بتساعدوني مشان تعطوني حبل مشان طالعوا المي. فنزل الرجل على الكهف وصار يدور على مي، وإذا فيه بيضيع المخرج وبيتوه، والأولاد بيستنوا ساعة وساعتين وثلاثة وبيخافوا إنه يلحقوا أبوهم لجوات الكهف. وراحت نهار واثنين وثلاثة، ببركوا الأبناء بيفكروا بيننا وبين حالهم: خلينا نقسم الورثة، أبونا ما عاد يرجع. فبيقسموا الورثة، وواحد منهم بينط بيقول: أبونا هدى لجارنا ناقة، فخلينا نرجعها ونتقاسم ونعطيه بعير كهل بداله. فراحوا لعند الجار وقالوا له: نحن بدنا الناقة اللي هداك إياها أبونا. كان هون مضي 7 أيام على ضياع الأب. فبيقول له الرجل: انه انا ما عندي غير هاي الناقة اللي اعطاني اياها ابوكم لحتى اعيش منها واشرب من لبنها. فقالوا له: نحن ما لنا مصلحة، نحن بدنا ناقتنا. فاخذوا الناقة وعطوه بعير. فسألهم: وين ابوكم؟ قالوا له: ابونا ضيعناه بالكهف، فرحنا لنجيب مي ونزل هو للكهف وصار له 7 أيام وما طلع. فهذا الرجل حط بباله انه خلص بدي اروح ادخل الكهف واطالع ادور على الاب، حتى لو كان جثه بدي اطالعه وادفنه تكريما له بما انه هو هداني الناقه. فراح دخل الكهف واذا بصاحب الناقه عصيان جوا بالكهف، وعصيت اجره جوا وما عاد يحسن يطلع. فطالعه جزاء لأله وشافوا أنه بالرمق الأخير، وأخذوا على بيته شربوا مي طعماه لوقت ما قوي جسده. فقال له: احكي لي شلون قضيت 7 أيام بدون ما تموت وبدون ما تأكل. قال له: والله إنه الله سبحانه وتعالى نزل لي ضرع ناقة، وكنت كل يوم أمتص منه الحليب، وقضيت 7 أيام على هالحالة، لكن ماني قدران أطلع لأنه قدمي علقانة بالصخر، لكن باليوم 7 أو 6 انقطع عني ضرع اللبن وما عرفت ليش راح عني. قال له: بتعرف أولادك أنت بعد ما غبت هال6 أيام شو عملوا؟ قال له: إيش عملوا؟ قال له: أجوا لعندي وطلبوا الناقة اللي أنت هديتني إياها، ولهذا السبب رب العالمين قطع عنك ضرع الناقة. هذا الضرع هو ضرع الناقة اللي أنت تصدقت فيه علي، لما أجوا أولادك أخذوها مني انقطع ضرع الناقة عنك. نستفيد من هالقصة أنه بعمرك اللي بناه أبوك لا تهدمه، وإذا كان عملت صالح لا تمنن فيه بيوم الأيام
ولا تحاول تسترجعه ولا تسمع الناس فيه ولا تسمع الشخص اللي انت عملت معه صالح انك انت عملت معه صالح، لانه ساعتها رزق رح ينقطع من عندك، حبل من حبال الله رح تنقطع من عندك. خذ قناعة وهيك وبس. شكرا لكم.